حسن انا عايز اظبط دماغي يا حسن، هات لي واحد شايت ايليا شيلوه خمسه. معاك واحد شايت ايه؟ الناس رجعت اشغالها تاني يا معلم باندا، تفتكر هم ناويين يسيبونا كده ولا هيوضبونا تاني يا معلم باندا؟ يخرب بيت دي حكايه. ايه يا سيدي المعلمين، انت سلمت النمر ولا ايه؟ يا ده انا في اكتر منك. تفتكر يا سيدي المعلمين هم ناويين يسيبونا هنا لحد امتى؟ ولا ده هي اللي هيكونوا نسيونا؟ مش بعيد عليهم يعملوا اي حاجه. السوق كله امبال، لما في حد عنده شوية مروح اجى يشوف اذا كنا عايشين ولا اتكلنا على الله. ولا حجة بص ناحية القرزة كده، جايز قلبه يحن ويجي يفتح لنا. القرزة طول عمره جدع وطيب وابن حلال. حاضر يا سيدي المعلمين. شيل تقيل يا عم القرزة، حطه عندك ظبط الدماغ. خلاص يا اخويا. صباح الخير يا عم القرزة. يا صباح الفل، اهلا وسهلا، سوق العرب كله منور يا عروسي. وانت ما شفتش اخويا الكند؟ الله، اصله ما نعرفش عنه حاجه من امبارح، ومراته قلقانه لا يكون جرى له حاجه. وانتوا ما تعرفوش؟ ما نعرفش ايه؟ لا 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 ولا حاجه، هو بخير ما تقلقوش. امال هو فين؟ وقافل الدكانه بتاعته ليه؟ والله والله ما انا عارف اقول لك ايه. ما تتكلم يا عم القرز، انت كده قلقتني. ايه ده اللي انا شايفه ده يا ولاد؟ حقيقي ده ولا انا بخاطر في ليله النوم؟ طب اقول لك، روح اسالي عليه في وكاله الحاج سلطان، هم هناك عارفينه كويس قوي وهيدلوك عليه فورا. الوكاله دي؟ ايوه هي اللي هناك دي، هم عارفينه هناك كويس قوي. مصيبه يا سيدي المعلمين، اتفضحنا في ضحكه اللحمه في السوق. في قال يا عجة ما تتكلم ما تقول. لا يا عمنا وانا مالي، دي حاجات عوائليه ما تخصنيش، تعال انت شوف بنفسك. بالاذن يا عم القرزة. اذنك معاك يا عروسي. ايه هو القرزة؟ يا قرزة مظبوط، مين بقى اللي واقف معاه؟ محدش. ازاي؟ وانا انتصيت في نظري ولا ايه؟ يا عم القرزة ده راجل حبيبنا وصاحبنا من زمان، وهو اللي هيستجدع وهيخرجنا من هنا. صبرك بالله يا إرزة. يا إرزة افتح لنا يا إرزة، خرجنا من هنا. إجا يلا. إجا الإرزة هيفتح لنا يلا. طلع راجل وهيفتح لنا. بجد؟ طلع راجل إزاي؟ يا إرزة إعمل معروف، هنموت من الجوع والعطش يا جدع. قول له كمان عايزين نعمل حمام. حاضر هبلغ. الواد إجا مزنوق كمان. يا إرزة انت مش سامعنا ولا ايه؟ ايه ولا عجة؟ الإرزة ما طلعش راجل، ده طلع اعيل واحد واوطى واحد في سوق العرب كله وفي بورسعيد بحالها وفي شرق التفريع. انا مش طول عمري بقول عليك عزام، قوم دور العربية. مش لما اكمل السندوتش؟ طيب تكمله في الطريق يا ديني. هو احنا رايحين على فين؟ مصر. مصر دلوقتي؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. حضرتك الاستاذ سعيد مش كده؟ استاذ سعيد حلوه دي، ما سمعتهاش قبل كده. رايح أني أسفة لكن ما لكنش ولا حاجة. أيوة أنا الأستاذ سعيد، أنت بقى تطلعي مين يا حلوة؟ أني نجات نوجة أخت الكن. أنت أخت الكن؟ الكن بتاعنا اللي هنا في السوق؟ أيوة. لا ده إزاي يعني؟ سبحان الله.
ما تخزنيش يعني، بس الحكايه مش راكبه على بعضيها خالص. اصل اخويا ما رجعش البيت من امبارح واحنا قلقانين عليه، وقالوا لنا هنا ان انتوا عارفين مكان. عارفين زي ما كل السوق عارف. طب هو فين؟ اصل مراته وعياله قلقانين عليه. لا ما تقلقوش، هو قريب من هنا. ما تفضلي تستريحي. متشكرك، ملوش لزوم. طب انت ارجعي بيتكم دلوقتي، هتلاقي راجع وراك على طول. شكرا يا ريس. اهلا. انت دورت العربيه يا طفص؟ يعني ايه؟ هبش منك الفلوس اصرفها منين انا دي؟ والنعمه يا معلمي، زي ما بنقول لك كده، فتحوا عليا مطوه وقالوا لي اب باللي معاك. اخفني خفت يا معلم، رحت مطلع اللي معايا على طول. كان غزك وخلصنا، اعمل بيك ايه انا من غير اراد؟ سرعك بالصندوق عطف احسان. خلاص يا معلمي اخصمهم مني المره دي. هيحصل، انا النوس عينك هيحصل. انت فاكرها ايه يا معلمين؟ ارحمونا يا معلمين، بلاش ترحمونا، انا ارحموا الواد عجي هيتفرشح. بس يا سيدي معلم، انت تفضحني ولا ايه يا معلمين؟ امسك نفسك يا عجي، مش قادر. امسك نفسك يا انت مش صغير يا لك ولا مات. افتحوا يا اخوانا. مالك انت؟ العجة لو جاي هياكل الكم. بس ما عندوش عيش. بصيني هنا اما اكلمك، انت ايه اللي بيوديك عند العيال اللبش دول؟ انت من هنا ورايح من الجزمه على هنا، ومن هنا على الجزمه، فاهم ولا هفهمك بالجزمه؟ ادي جزمه يا معلم، بس بالراحه ارجع في ايديك. انت بترج ازازه بيبسي ولا ايه؟ اسكت، انت فاكر ايه النوس؟ انت فاكر انا هسيبك؟ رقبتي هتطلع مش هسيبك بالراحه. ايه صح؟ انا مش هسيبك. اتفضل. مضيع الايراد بتاع النهارده كله يا ريس. قول لي بالله عليك، لو في حد من صبيانك عامل كده هتعمل معاه ايه؟ طب ما تطي صوتك، انا سامع. والنعمه يا معلم، ما ضيعت حاجه، دول فتحوا عليا مطوه، كنت هعمل ايه؟ والايراد كام؟ هو 10 15 20 جنيه بس. امسك ادي 20 جنيه واعطي الولد. شكرا يا ريس، طول عمرك ريس بصحيح، بس الموضوع مش موضوع فلوس، الموضوع ان انا عايز اربيه وابقى راجل. يا حنين يا ابو قلب كبير، يعني انت عاوز تفهمني إني قلبك على العيال يا حضانة؟ مشكرين يا كبير، الله يكبر عليك. يلا رجالة، يلا جايين على هنا. كان هيسود اطلع اطلع. يلا يا عم انت هو يا رئيس سيستم، ناويين تسيبونا ولا ليكوا شوق تمرمطونا وتمسحوا بينا بلاط السوق؟ اسمع يا كان، المحترم هو اللي بيخلي الناس تحترمه، المهزأ هو اللي بيجيب لنفسه التهزيق. انا بعيد عليك الكلام ده عشان يفضل حلقه في ودانك. بطل شغل اللبش ده لو عاوز تعيش. ما زوى الا بالسلامه، والمره الجايه انا اللي همشيك ومش شلوت كمان. يا كان قفل دكانك دلوقتي وروح لمراتك وعيالك واختك. انا كده ابقى اتصدرت لك مرتين، التالته تبته. وما تزعلش مني لو ساعتها سبتك للحاج ذات نفسه. الحمد لله على السلامة. قشط عليها كان، الحمد لله. كفارة كان، كفارة يا لا، وانا كنت في السجن. كتبوا عليك. ارتحت؟ خلاص خلاص، سك المخروبه دي وحصلني. حضر يا سيدي معلمين. خرب بيت دي حكايه. يا عزام انت نعست؟ لا يا ريس، تمام زي الفل. التلج يا نعم. كيف ايدك شويه يا نعنع؟ مش هيبقى انت والزمن علي. حاضر يا اخويا. بس لو تفهمني انت كنت فين ومين اللي عمل فيك كده؟
كنت معزوم عند واحد كبير قوي، اخر العزومه قال كلمه ما عجبتنيش، ما سكتلوش طبعا، قام طلع علي 10 كلاب مسعير الواحد فيهم علو كده. شوف انت بقى لما يبقى 10 كلاب على كلب على بني ادم واحد، طبعا الكتره تغلب الشجاعه. يعني انت بتحكي عليها بنت انت؟ انا ما ضحكتش. اه عجه عايز ايه؟ الله ما انا لسه سايبك لحقت وحشتك. اه طبعا يا جدع افتح عليك معيش رصيد. لا انا في العلاج الطبيعي دلوقتي. ها مين؟ طيب انا جاي لك حالا. سلام. شوف يا اختي الراجل رايح فين يا كن وانت وشك شوارع كده؟ مشوار لحد العجه، اصل معزومين عند واحد كبير قوي، ما تخافيش ما عندوش كلاب. على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا والشوق جمعنا سوا، احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا رسيت مراكبنا. بقاء لله يا جماعه. حياتك الباقيه نبيلة هانم كانت غالية علينا قوي، ربنا يحفظك. ايه الاخبار يا سيستيمو؟ ماشي، انا هخلص الحاجة كلها على بعضيها، بس هتكرمونا في السعر ولا ايه؟ ان شاء الله مش هنختلف. طيب انا هاخد الدولاب ده واخد الحاجات اللي شفتها هناك على 3 باكو. ماشي ولا شيك؟ لا يا عمي احنا ما بنتعاملش في الشيكات، كله كاش. اه نقول مبروك. ماشي. ربنا يجعلها اخر الاحزان. اوعى عزام، هات الرجاله واطلع لي فوق، وهات معاك شنطه الفلوس. يلا. حاضر. ماشي يا استاذ. حاضر. عشان اللي حصل لينا وليكم ما يتكررش تاني محتاجين لينا لعين وسطين. يعني ايه؟ ودي عايزه مفهوميه. لا يعني واحد فينا يشتغل عندهم. لا يا عم الناصح، محتاجين حد يكون بيشتغل معاهم يجي يشتغل لحسابنا في السكرتة. بس كده نبقى داخلين في الغاويط قوي يا عم القرش. وماله ما ندخل. طلبك عندي بس انت اب بالمعلوم. هتعمل بيه ايه؟ هات بس. خد عجة. ايه يا سيدي معلمين؟ 2 كيلو وقر. الله. 3 حنشة. يا سلام. 4 سترنبق. يا لهوي. 5 كابوريا. يا اخواتي. 2 بوري. ياه. على سيبيا على شبار. يا الله. وما تستخسرش. مش هستخسر. ايه ده يا سيدي المعلمين؟ انت هتعزم بورسعيد كلها العشاء؟ هو واحد وهو اللي عليه العين. ويطلع مين ابن المفجوعه ده؟ الحاجه كويسه بس بصراحه مش اللي هي. قشطه عليك، ما فيهمش الا الدولاب ده شغله كويس. طب لو تعنقلت في حاجه جامده يبقى اتصل على طول، ولو وقع لك زبون من اياهم يبقى سلمهولي. طب يا سيدي سلام سلام. براءة كده يا ريس؟ براءة. اسلموا يا رجالة. اسلم يا ريس. انت مش هتروح معايا؟ لا انا قاعد شوية، توكل على الله انت. ماشي يا ريس. سلام. سلام. المعلم كان قال لي روح يا ده حاج جنده الواد عزام اللي هو انت يتعشى معايا،
وما دام هتتعشى مع سيدي المعلمين تبقى معلم برضه، صح كده ولا ايه؟ والكن بتاعك ده عزمني بمناسبه ايه؟ معرفش، لما تيجي معايا كده تعرف. بقول لك ايه يا عجه؟ إيه؟ اتكل على الله روح شوف حالك. ها روح الله يصلح حالك، روح انا مش جاي مش جاي. ايه بقول لك عاملين لك عشاء مفتخر مخصوص. عاملين ايه؟ عشاء مفتخر مخصوص. ايه ده؟ يعني شويه جمبري على شويه حنشان في الطاجن بالبطاطس، عليهم شويه جوزة الطيب متراتورين كده من فوق، على شويه بولت شبار مليان. بس 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 رقي نشف. بس هو المفروض يعني والاصول ان المعلم بتاعك لما يعزمني هو اللي يتصل عليا يعزمني، مش يبعت لي واحد زيك كده. هاي مع انك بتخبط في الحلل جامد، بس مقبوله منك، مقبوله منك عشان انت معلم برضه. والعموم هو شغل المعلمين كده، بيبعتوا لبعض المراسيل، ولو مش مصدقني هات موبايلك نكلمه عشان يعزمك بنفسه. ما انت معاك موبايل يا عجه. يا جدعان يعني موبايلي كارت يعني ده بجنيه ونص. وانا يعني اللي بزنس وخط، ما انا كارت زي زيك يا عمي. هو انا اللي هاكل ولا انت؟ وبعدين بقى لا، هو الاصول ان المعلم بتاعك يتصل من موبايله هو عليا يعزمني. المعلم بتاعي ما هوش رصيد، هات بقى نكلمه. الموبايل يا عجه. طب ما تطولش في المكالمه. حاضر. المعلم كان الو. يا سيدي معلمين. ها خلاص. ايوه انا اللي عجب. النمره غلط، نكلمه تاني. نمره الا غلط. ايه نمره الا غلط يا جدع؟ استنى. مش عايز اكل. استنى اهو. ايوه بدل الخمسه اتنين. الرصيد راح. الو. ايوه يا سيدي معلمين، اهو الواد عزام معاك اهو، خد كلمه. امسك ابو العزم. ايه مالك؟ ما اصلك مع العجه ليه؟ ده انا قلت زمانتكوا على الباب. اه موضوع كبير قوي، خلص بقى. ما تحرقش كلام على المحمول الدياب الشيء الفلاني. طبعا موضوع كبير قوي، والعزومه كمان كبيره قوي. سلامة يا سيد المعلمين، انا جاي. يلا يا نعنع، خلص الدفع على وصول. والله يا راجل ما انا عارفه لك راس من رجليه. يا قهوتي السوداء. تعبت. يخرب بيت الحكايه. ايه بنت الملبن دي؟ ده انا واقع لي شوش يا جدعان. اعقل يا كان، خليني اعرف اكمل العزومه، مش بتقول الدفع على وصول؟ ان شاء الله عنه ما اجى، ان شاء الله عنه ما اكل، ان شاء الله. ايه بنت انت هنا من امتى؟ من ساعه الملبن يا كان. طب يلا روحي، روحي من وشي. حاضر. تعالي بقى اقول لك كلمه سر. بس يا كان ايدي زفره. يخرب بيت الحكايه. انا عارف مش بتكمل معايا ليه. طيب يا اللي بترجع. قلقانة قوي عليه؟ الساعة جت 12 وما قالش انه هيتأخر. ما انت عارفة عزام، تلاقيه وهو جاي في السكة كعبل في حد عزمه على حاجة يشربها، وده ما بيصدق يلاقي حد يعزمه على حاجة، بينسى الدنيا واللي فيها. ربنا يجيبه بالسلامة. واحدة غيرك على اللي بيعمله فيها ده تبقى مش عايزة تشوفه تاني أصلا. أعمل ايه؟ ماليش غيره، مهما عمل هيفضل جوزي وبعيالي. طول ما انت محسساه بقيمته كده هيفضل عاملك فيها ابو علي، ومش بعيد كمان يبص بره. يا ندمتي ليه بقى؟ ناقصه ايه؟ ما هي المشكله ان هو مش ناقصه حاجه. الراجل لازم يبقى ناقصه حاجه عشان يتكفي على عينه. ما تزعليش مني يا قطر، امال مش عامله كده ليه مع سي سعيد؟ نفسي لكن مش عارفه. قلنا حتة حنشان نحبس بيها. انت حبست المايه في زورك. اسكت يلا، بلا قلب الدماغ. اخرب بيت حكاية. بالراحه شويه يلا. ايه ده طلعت تاكل برجليك؟ ابقى اشكر لنا الست نعنع، قول لها نفسك في الطبيخ يهبل. بس يلا خليك في اللي انت فيه، بلا نفس بلا قفص. نجيب الشاي، نجيب الشاي. استضرت على الشاي شويه. لا يوسع يوسع.
طب انت ما سالتنيش يعني ايه مناسبه العزومه الكبيره دي؟ اسالك لما شطط. ده انت كنت مستعجل وانت بتكلمني عن محمول يعني. كنت لم كتاكيتك يا نعنع. يلا روح دلوقتي روح. ايوه لم كتاكيتك يا نعنع. خليك في السمك. ما سالتنيش يعني ايه لازمه العزومه الكبيره قوي دي؟ ما قلت لك لما شطب هسالك. ما انت كنت مستعجل وعايز تعرف وانت بتكلمني عن محمود. كنت دلوقتي لا كلام على طعام. استغفر الله العظيم. خرب بيت دي حكايه. صحيح يا اولاد، ناس ليها بخت وناس ليها العظمه. يكفينا شر بحلق وبرق. فوتي خلاص احنا هنشتات. قوم اعمل لنا الشاي يا حجه. حاضر يا سيدي الرجاله. الحمد لله. نعايم والله. قول بقى كان كل اللي نفسك فيه وانا من ايدك دي لرجلك دي. حلوه. يخرب بيت عقلك يا فكه. ايه انت مش كنت بتقول ان في حاجه مهمه؟ طبعا. الله، هو في اهم من كده؟ غلبتني يا كان. خمسه جد بقى. ايه شوف يا عم عزام، انا عايز ادي لك هديه، حتة لوز مقشر تحل بيها بقك وانت شغال في وكالة الحاج سلطان. قلت ايه؟ قصدك ايه؟ مش فاهم. حتة دين شغلانة انما ايه؟ سهلة بسيطة ومكسبها مضمون. ماني بسوق في وكالة الحاج سلطان والاشياء معدن. يا سيدي خليهم معدنين. ما تحشرش نفسك وخليك في اللي انت فيه. حاضر يا معلمة، ارسم وخش يا كبير. احلى حاجة في الشغلانة دي ان انت هتشتغلها من غير ما تسيب شغلك في وكالة الحاج سلطان، ده كمان ممكن يفيدك. طب وماله؟ البحر يحب الزيادة. بس شغلي مع الحاج هيفيدني بايه؟ ما هو عربيته هتبقى تحت ايدك، يعني لما تيجي تنقل نقلة اهو تعمل لك مشوار ولا مشوارين توزع فيهم البضاعة اللي هنديها لك. بضاعة ايه؟ مخدرات؟ مخدرات ايه يا جدع؟ انت بتشتمني؟ أمال إيه؟ واقعد بس. دول شوية أدوية هتلف توزعهم في الأجزخانات، أدوية عادية يعني، إيش مسكنات على كحة على مغص، أدوية مستوردة، الأدوية دي أحسن من اللي بتتباع في الأجزخانات، وأرخص منها كمان، يلا خلينا نخدم الناس الغلابة. طب إزاي أحسن وأرخص؟ أفهمها دي؟ يا سيدي دي أدوية محروقة. ومين اللي حرقها؟ محروقة يعني تاريخ صلاحيتها منتهي، راح في 60 داهية، بس دي كلها شكليات، بنشتريها من بره برخص التراب وبتتباع هنا زي النار. يعني دي ما تضرش؟ أبدا، احنا يهمنا مصلحة الناس يا جدع. أفكر الأول. خلي بالك لو أنت ما وافقتش تبقى أنت الخسران، الشغلة دي يستمناها 1000، إنما قلت لك أنت عشان عايز أخدمك، أنا بحبك لله في لله. احبس انت بس بالشاي ده يا معلم عزام، وكله هيبقى 100 فل و14. طب هستلم منكم البضاعه دي ازاي؟ نتقابل بكره الصبح في بيت الجعانه. اقول لك بقى فين بيت الجعانه. صباح الفل يا جدعان. صباح القشطه يا عمو. فل عليه يا ريس. الله، ايه النور ده كله يا دكتور؟ هو النهاردة يوم المعجزات ولا ايه؟ قلق نفسك وجاي بدري ليه؟ الشغل يحب الخفية يا ريس. ها مفيش شغل النهاردة ولا ايه؟ بتعجبني خفيتك يا درويش. امر يا ريس. اديله نقلة عبودة. عين يا ريس. يلا عزام يلا هاتها وتعالى على العربيه دروي. تعالى هنا عشان لوحدي. حاضر. اهدى طيب، حد خلقك. هات على ظهري.
صباح الفل يا سيد الكل يا معلم بتاع السيستم يا نخوة السوق كله. صباحك ورد يا عز. صباحك فل يا معلم. اوت المعلم سعيد هلا. مش عارف انا ايه اللي جبني هنا اساسا من اصله. خش يا عم. فين؟ خش كده تعالى قدام. خش. فين بقول لك؟ خش بقى عليا بظهرك. يلا هات ورا كده. هات ورا. هات ورا. تعال خش واسع اهو معاك اهو. خش خش تعال. حاسب تخبط في الباب. اعدل اعدل اعدل. ايوه يلا خش خش. انتوا جايبيننا فين؟ هي دي. ايوه شيل بالراحه. يلا سيدي حط. شيل بالراحه. بص بقى المعلم اتكلم بعتك احلى استباحه وبيصبح وبيقول لك صباح الفل. ايه دي؟ يقول ايه؟ يا عم اشتغل معايا يلا. حاضر اهو شغال. امسك الفلوس. ايه دول؟ دربت الكلام بس. بص بقى تعال نخش في المهم. الورقه دي مكتوب فيها اسامي الاجزخانات اللي هتودي لهم الطلبيات. كل كرتونه من دول عليهم اسامي الصندليات اللي موجوده عندك في الورقه. يعني شغل على ميه بيضا. حلوه. طب سلم لي على المعلم الكن وقول له متشكرين. يوصل ان شاء الله. خد يلا ماشي. يلا بسرعه. يلا نولني. هات. ايه بقول لك ايه؟ هي من الوليه دي؟ اشتغل وانت ساكت. امسك. يعني هو سؤال يعني هي مين يعني؟ يا واد اسكت قلت لك. خد دي. الشحنة خلاص على وصول كمان كام يوم. على كده تبقى وصلت قبل ميعادها. بتحصل. لازم تكون جاهز للمفاجآت اللي زي دي. من ناحية الفلوس ما يهمكش. المهم التوزيع. التصريف. أنا ماليش دعوة بالحدوتة دي. أنا ليه نفحتي والسلام عليكم. السلام عليكم. شوف هنا كمان. الله ما شاء الله ما شاء الله. ده الوسع هنا جميل جدا. بس بص يا مدام عندك حتت فاضيه مثلا زي الركن ده والركن ده دي كلها لازم تتملى بحاجات انما ايه معتبر عشان العين ما بتبصش الا على الحاجه المعتبره. بالظبط يا ريس سعيد. هو ده اللي انا عاوزاه. نفسي الفيلا تبقى فخمه وباين فيها الشغل. ما تلاقيش يا مدام. ده انت حظك حلو جدا. ده انا واقع في ايدي كام حته انتيك انما ايه ملهمش شبه في مصر كلها. انا عندي حته بلجيكي مرايه بلجيكي احطها لك هنا. والشمعدانين السيفر الفرنساوي اللي قلت لك عليهم يبقوا هنا. دول هنا هينطقوا.
خلاص اعمل اللي تشوفه. هتنقلي الحاجات امتى؟ الليلة دي الحاجة جاهزة، دي الوكالة والمخزن كلهم تحت امرك. ميرسي يا ريس سعيد. هيكلفوني حوالي كم؟ والله اللهم صل على النبي، يعني حوالي 300. 300,000؟ ده علشان حضرتك وسياده النائب، ربنا يكرمه وينجح الدوره الجايه. ميرسي يا ريس سعيد. خلاص مش هتناقش معاك في فلوس، تحب تاخدها كاش ولا شيك؟ ما تفرقش يا مدام، كاش شيك فيزا ماستر ما تفرقش. بس كده البضاعه هتبوظ في التخزين ومش هنعرف نصرفها. هاي بايظه، وبعدين احنا مش عاوزين نصرفها، يطلع لنا سلطان وابن اخوه بخزون جديد. طب انت رايك ايه؟ رايي ان الساحه تفضى والسوق يبقى جاهز في ظرف يومين ثلاثه بالكتير. تفضى ازاي وهم موجودين في السوق ومكلبشين فيه الكلبشه السودا دي؟ اديك قلتها، المشكله ان هم موجودين، يبقى الحل انهم ما يبقوش موجودين. ازاي؟ نخلص منهم. ايه؟ نخلص منهم؟ بالظبط، بس المرة دي بطريقة نظيفة. طريقة نظيفة ازاي؟ انتوا مش لكوا راجل جوه دلوقتي؟ واحد قريب ليهم قوي. خلاص يبقى نخلص منهم عن طريق الراجل ده. انا قلت حضرتك لازم تعرف يا حاج، والبضاعة اهي بتتحمل قدامي. لا يا حاج، بيع لقطة تلاتة على صفرين. مش عيب برضو يا حاج، احنا تربيتك. ربنا يكرمك يا حجوج، ربنا يكرمك. امرك يا سيدي، نتقابل بكرة الصبح. تفضل حضرتك يا حاج، تفضل، مع الف سلامة. شوية بالراحة بالراحة انت وهو. اهلا يا دكتور، تفضل يا اخويا تفضل. يا اهلا وسهلا يا دكتور. خلصت الحاجات يا سيستيمو؟ ابن حلال مصفي، صدق بايه؟ انا لسه كنت هطلبك. وعايزني اصدقك يعني؟ زي ما تحب يا اخويا. قول لي تشرب ايه؟ ولا حاجه. مالك بقالك يومين غايب عن التقفيصه؟ مش عاده يا سعاده. سيبني في حالي يا سيستيمو، المزاج مقفل. مالك يا بلبل خير؟ انت مش عاجبني اليومين دول. من امتى يعني وانا سحنتي بتعجبك؟ والله فكرتني، انت طول عمرك وشي نكد. خلت ربنا، اعمل ايه بقى؟ لا اله الا الله. بص يا صاحبي، انت دكتور بشري صحيح، بس انا بقى دكتور نفساني، والسحنه دي دواها عندي. انت خرمان فلوس. كتر خيرك يا صاحبي، بس على فكره بقى، اي مليم خدته منك هردهولك ان شاء الله. بس ولا تسديد ولا نيله يا عم، لا الظروف بلاش الحكايات. امسك. ايه ده كتير قوي السيستم دي. مش سلفه دي، عمولتك في البيع الاخرانيه حلال عليك. كتر خيرك يا صاحبي، طول عمرك حقاني وتعرف الاصول. قول لي بقى، هتيجي الليله دي ولا لا؟ بس انا لو حسيت ان انا عايز اجي هبقى اجي. طيب زي ما تحب. مش هتشرب حاجه؟ لا سلام. انا بقى سلام. يا حياه بنت، يا حياه نايمه من الصبح. نايمه؟ طب يلا يا امه، يلا تعالي فضلك خير. ايه كل ده من هنا ورايح ههركوا اكل. طب بالراحه يا خير، احسن بعدين تروح فيها بعد الشر عليه ان شاء الله اللي بيكرهوه. طب يلا يا امر، يلا تعالي انتوا يا اولاد، يلا مدوا ايديكم. تعالي ربنا يا ابني يفتح عليك من فضله كمان وكمان. امين يا ام امين. اقعدي يلا، اقعدي يا بنت، اقعدي جنب اخوك، اقعدوا. ها يلا بسم الله، يلا يا عطم تعالي مد ايديكي. تعالي يا خوفي يا عزام، تكون ماشي كده ولا كده؟ انت جبت كل ده منين يا عزام؟ هكون جبته منين يعني؟ عاجبك كده يا اما؟ شايفه بنتك بتقول ايه؟
ما تيجي تاكلي يا بت وتخلصي من غير رغي كده. متشكره يا اخويا بالهنا والشفا. امسكوا يا ولاد امسكوا. يلا بسم الله بسم الله. يلا يلا يا اما يلا يا اما خدي دي من ايدي يا اما. كلي يا اما كلي يا اما بالهنا والشفا. امسك يا ولد امسك هدي بقى. يلا يا بت خدي خدي انت اختك كله كله. ها امسك بلاش خنقه. شايف اذا عزام جاي الساعه كام ولا همه؟ براحته يا عم يا بخت من كان الايه بخاله. ما اظنش يا درويش شكل الرئيس كده ناوي العلانيه السودا وربنا يستر. يا خلف ايوه بقول لك ايه هات لي شندوتشين عشان انا على لحم بطني من يجي ساعه. وبعت لي اي حد من صبيانك يجيب لي كوبايه شاي كشري تقيل سكر كتير من عند ابو كرش. عيني يا ريما لحقت ترجع لعادتها القديمه يا عزام؟ الله عامل ايه يا ريس راحت عليا نومه. اصل امبارح يا ريس كان في حته دين فيلم عدش انما ايه جامد قوي فيلم سهرني طول الليل بتاع الجدع المجانس ده اللي اسمه سلفتر زكيسان. والله حلو للدرجه دي؟ الا حلو ده كله ضرب وتقطع وطحن ودم للركب. هيتعاد النهارده بالليل هنتفرج عليه سوا واحنا بنتعشى. مش لما يجي الليل يا عزام. روح دلوقتي جهز عربيتك قدامنا مشوار مهم. مشوار مشوار في مصر. ايه في حاجه؟ لا مفيش. السندوتشات يا خرف. عندك حق يا سيستيمو الراجل ساعة ما شاف الدولاب اتجنن عليه. عشان تسمع كلامي يا سيدي. ما هو انت برضه عملت لك مكسب يجي 300% في بحر يومين. ايه النقي ده يا فقش؟ يا عم ما انت بتاخد عمولتك الطاقة 10. يا عم انا بهزر. ربنا يزيدك من نعيمه. وعموما انا حاسبق وهاتوا الدولاب وتعالوا ورايا. ايه في عطلة ولا حاجة يا اسماعيل؟ بص يا عزام مش قادر اشيل معايا يا ريس ومش قادر اشيل لوحدي. في ايه يا عزام؟ ولا حاجة. أنا مش قادر على الشغل ده يا سعيد، ظهري وجعني. عزام؟ أيوه، أنا شغلتي سواق في الوكالة، لاني شيال ولا مرمطون. الله. من إمتى الكلام ده يا عزام؟ أيوه، الشغل شغل والصحي صح ومحدش يزعل من حد. طب يلا يا بتاع الشغل. غور من قدامي، وما تورينيش وشك تاني يلا. إيه ده في إيه يا سعيد؟ يلا غور يلا. الله انت حسبتني هنا لوحدي ولا ايه؟ بقول لك غور. ماشي ماشي. اطلع يا اسماعيل انا هساعدك يلا. مين ده عليا الاول؟
خيمة. ايه؟ اصحى. ايه ده في ايه؟ مين ده؟ مين ده؟ هو لسه فاضل كتير على بورسعيد. احنا لسه طالعين اهو. لسه طالعين؟